السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. أولا إخواني، قلصنا عدد الدقائق في الفيديوهات اللي كنقدموها لكم نزولا عند طلب الكثير من الإخوان داخل القناة، لذلك فاليوتيوب حاليا كيضغط على القناة من أجل أنها ترجع لعدد الدقائق السابقة. فلذلك كنتمنى منكم أنكم تبارتاجيو الفيديو وما تبخلوش علينا في الاشتراك بالقناة، شكرا لكم. وزير داخلية حاضرة الجزائر يصرح جهارا بأن بلاده في حرب مع المملكة المغربية بالفيديو، وهي تصريحات خطيرة تمهد لاقتراب حرب في الواقعة. حفيظ الدراجي يتحاشى ذكر اسم المغربية الحسين عموسة في حديثها عن المنتخب الأردني. فضيحة عالمية، تبون دفع مليارات الدولارات لإيطاليا من أجل لقاء عابر مع إيمانويل ماكرو حصريا. ماري لوبان تهدد عبد المجيد تبون بعد لقائه بإيمانويل ماكرو، والقرار خطير. المخابرات الفرنسية تزف خبرا سارا للمغاربة بخصوص قضية الصحراء المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية تدخل على الخط والقضية في حتى روسيا. قيس سعيد يتهجم على المغرب والمغاربة ويقول أن المغرب يتآمر عليها. الجزائر تستقطب مرتزقة مغاربة للهجوم على الوحدة الترابية للمملكة المغربية في قضية الصحراء، وعمر هلال يدخل على الخط ويصفع الجميع. إيران تحشر أنفها في قضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، وقطر تدخل على الخط وتوجه لهم صفعة قوية وتفاصيل رائعة فانتظروه. قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد أن بلاده تخوض حربا ضد ما أسماه المخططات العدائية للمغرب، داعيا المواطنين إلى التجند خلف الدولة في سبيل ذلك. دوني هواد هذه لنا رانا في حرب، لازم نتعاملوا معها بالمنطق تاع الحرب، نعرف كان نواجهوا احنا الاستقرار تاع الجزائر، انا نظن لازم نعرفوا نواجهوا الفرقه تاعكم لهنا راهي في وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية إن بلاده تعمل على إحباط المخططات العدائية، سيما تلك التي يقودها النظام المغربي على حد زعمه، داعين المواطنين وفعالية المجتمع المدني إلى التجند والمساعدة الفاعلة لإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر في أمنها وشبابها بمحاولة إغراقها بمختلف أنواع المخدرات، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية على لسانها. وفي سياق الصراع الدبلوماسي بين الرباط والجزائر، قال مراد إن الجزائر مستهدفة في أمنها وشبابها بمحاولة إغراقها بمختلف أنواع المخدرات، لا سيما أنواع جديدة دخيلة سامة وقاتلة. وأضاف أن مصالح الدولة تشن حربا دروسا لإحباط هذه المخططات العدائية، سيما تلك التي تقودها الجارة الغربية على حد توصيفها، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن الأعمال المشبوهة. وأوضح الوزير الجزائري أن جيش بلادها طرف في هذه الحرب، بإشارة إلى حراسته للحدود المغلقة بين البلدين منذ التسعينيات والتي تشهد نشاطا للتهريب عبر الطرفين. ودعا المسؤول الحكومي الجزائري إلى مضاعفة الجهود إلى أقصاها مع دعم المصالح المكلفة بمهاجمة أو أقصد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بكل الوسائل لتعزيز جاهزيتها. كما سمعتم إخواني الكرام، وزير داخلية حاضرة الجزائر يصرح جهارا نهارا بأن بلاده في حرب دروس مع المغرب، وهي تصريحات خطيرة تمهد لاقتراب حرب في الواقع. يبدو أن المعلق الجزائري حفيظ الدراجي لا يعرف جنسية الإطار المغربي الحسين عموتة، وهو الظاهر أثناء تفاعله مع فوز منتخب الأردن على نظيره السعودي بميدان الأخير في إطار الإقصائية المزدوجة لكأسي العالم وآسيا وتصدرها لمجموعتها.
وكتب حفي طارج طبال الكبرانات عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام حي الله النشام بعد بلوغهم نهائي كأس آسيا 2023 وتأهلهم إلى دورة 2027 في السعودية. النشام يواصلون التألق والإبداع ويعودون من الرياض بفوز ثمين على المنتخب السعودي يقودهم إلى صدارة المجموعة السابعة من الدورة الثانية لتصفية كأسي آسيا وكأس العالم. حفظ الدراجي طبال الكبرانات ختم كلامه بالقول: مبروك للنشام الأردن وهارد لك للأخضر السعودية وشكرا لكم على متعة المباراة. ولم يتطرق طبال الكبرانات المعلق في قنوات بي إن سبورت لهوية المدرب المغربي الحسين عموت ولا أشاد بها لسبب معروف طبعا، ألا وهي عقدة المملكة المغربية التي تخنقها. عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس مباحثة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا سبقتها مشاهد مخيلة سجلتها عدسات الكاميرا. جاء ذلك على هامش تواجد الرئيسين في مدينة باري الإيطالية للمشاركة في قمة السبعة والتي تعقد بين 13 و15 يونيو الجاري. وحصريا أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وافق خلال الأسابيع القليلة الماضية على عقد للشركة الإيطالية إن تبدأ بموجب هذه الشركة في استغلال الغاز الصخري بالجزائر، أن هذه الموافقة جاءت في إطار صفقة تدعو من خلالها رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني تبون لحضور قمة السبعة. فتبون دفع عقد استغلال الغاز الصخري مقابل الحضور إلى إيطاليا، تضيف هذه المصادر المؤكدة والتي كشفت أن تبون كان يريد من وراء هذه الصفقة المقدمة هدية للشركة الإيطالية إني للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إيطاليا، حيث أن رئيس الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني لعبت دورا كبيرا في قبول إيمانويل ماكرون لقاء تبون. فرئيس تبون يريد بهذا اللقاء ضوءا أخضر لولاية ثانية يمنحها له إيمانويل ماكرون. أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عزمه إلغاء الاتفاقية التي تربط فرنسا بالجزائر فيما يتعلق بالهجرة، وهي التي وضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية واستجابة للحاجة إلى العمال المهاجرين، وتنص على حرية التنقل بين المواطنين الجزائريين بين بلادهم وفرنسا. وقال القيادي في حزب ماري لوبانا سيباستيان شيلو في مقابلة مع تلفزيون بي اف ام تي في: نقترح إلغاء اتفاقية العام 1968 التي تربطنا بالجزائر، مضيفا أن هذه الاتفاقية لم يعد له سبب الوجود اليوم. على أي حال سنعيدها إلى المناقشة وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من حق في الهجرة، سنطرحها على الطاولة حال وصولنا إلى السلطة. وكان إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2027 قد قال بدوره إنه ينوي إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968 كون هذه الاتفاقية لم تعد بحسبها صالحة اليوم. يذكر أنه في دجنبر الماضية رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا طرحه حزب الجمهوريين اليميني المحافظ يطالب من خلاله السلطات الفرنسية إلغاء اتفاقية العام 1968، وقد رفض المقترح بأغلبية 151 صوتا فيما أيدها 114 صوتا.
وكان إيريك زمورة السياسي اليميني المتطرف قد أكد خلال حملته الانتخابية للعام 2022 أنه يريد في حال وصوله إلى السلطة إجراء محادثات بين الرجال بين مزدوجتين مع القادة الجزائريين، مستبعدا في الوقت نفسه أي اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري، وشدد على أنه سيلغي في حال انتخابه اتفاقية العام 1968 والتي تسهل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين وفق ما نقلته وسائل إعلامية فرنسية إداكا. تناقلت وسائل إعلام نقلا عن مصادر استخباراتية فرنسية اقتراحا أمريكيا لعقد مؤتمر دولي مصغر لمناقشة قضية الصحراء المغربية وسيناريوهات حل هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا. وأوضحت المصادر بأن واشنطن اقترحت على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تنظيم مؤتمر دولي مصغر لمعالجة القضية وطرح سيناريوهات لحلها. يهدف المؤتمر وفق ذات التقرير إلى جمع الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع: المملكة المغربية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وصنيعة الجزائر جبهة صندلستان، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الفاعلة في المنطقة مثل إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، وصاحبة المبادرة الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت المصادر أن الأطراف الرئيسيون عقدوا اجتماعات متعددة في السابق لكنهم اختلفوا حول جميع نقاط الخلاف تقريبا، خصوصا وأن جبهة صندلستان المدعومة من قبل الجزائر تتمسك باستفتاء تقرير المصير، في حين يقدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم تحت سيادتها، وهي المبادرة التي لقيت دعما كبيرا من قبل دول عظمى وتراه ذات فعالية ومصداقية. لطالما واجهت الأمم المتحدة صعوبة في التوصل إلى حل للنزاع، حيث فشلت جهود الأمناء العامين السبعة المتعاقبين بسبب تعنت جبهات الصنادلية الانفصالية ومحتضنتها الجزائر. تضيف ذات المصادر: يمكن أن تشكل مشاركة القوى العظمى فرصة لتحقيق التوازن الاستراتيجي في منطقة الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا عموما، عبر الدفع بمبادرة الحكم الذاتية التي يقترحها المغرب حلا لهذا النزاع، وأمانت بجديتها ومصداقيتها عدد كبير من الدول. كما يمكن لهذه القوى الضغط على الأطراف للتوصل إلى حل نهائي للصراع وخلق بيئة مواتية للتنمية في المنطقة المغاربية. تضيف ذات المصادر الإعلامية الفرنسية وفق المخابرات الفرنسية: لا وجود لتأكيد رسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أي طرف آخر حول اقتراح عقد المؤتمر، لكن عقده بلا شك قد يشكل فرصة لتحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة. رغم مرور 13 سنة على أحداث الربيع العربي، لا تزال هناك أصوات تونسية تعمل على ترويج المغالطات حول المغرب، وذلك بربط المخزن بمؤامرة تستهدف المصالح التونسية في شقها الاقتصادية. هذه الأقلام المأجورة تعمل لصالح الجزائر، وغايتها واضحة هي تشويه صورة المغرب قدر المستطاع وخلق جبهات معادية لها على المستوى الشعبي بتونس. هذه الإدعاءات الزائفة ما هي إلا أوهام ينفيها المنطق ويدحضها الواقع. ما يقومون به هو هروب إلى الأمام ومحاولة لرمي مسؤولية الفشل على أطراف خارجية. أزمة الاقتصاد التونسي هي نتاج سياسة فاشلة لقيس سعيد ركمت الحكومة خلال عقود والمغرب بريء منها. أبرز الاتهامات الموجهة للمغرب هو سرقة الاستثمارات الأجنبية كانت موجهة إلى تونس واستحواذها على حصتها في سوق الفوسفات الدولية، بالإضافة إلى مساهمته في تدمير القطاع السياحي بتونس، وكلها ادعاءات فارغة لا يملكون عليها أي دليل ملموس. بعد صعود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى العرش، تسلم بلدا شبه منهار باقتصاد صغير جدا تثقله ضغوط اجتماعية لا حصر لها.
فكان لزاما عليها أن يضع مخططا تنموي شامل لرفع من إنتاجية الاقتصاد وتحسين مستوى الدخل. الرؤية الملكية الطموحة كانت تهم كل القطاعات بدون استثناء، وخصصت لها ملايير الدولارات، وبذلت المؤسسات الوطنية أقصى الجهود في سبيل إنجاحها. بخصوص السياحة، أطلق المغرب سنة 2001 مع بداية عهد الملك الجديد رؤية 2010، وهو مخطط وطني كان الهدف تمكين المغرب من التموقع كبلد سياحي صاعد، وذلك بتطوير العرض السياحي الوطني وتحسين جودته وترويج علامة المغرب بالخارج. وكان طموح المغرب إذاك استقطاب 10 ملايين سائح سنويا بحلول 2010. الرؤية الملكية لتطوير السياحة انطلقت قبل الربيع العربي بعشرة سنوات، وفي هذه المدة ركز المغرب على تحسين الخدمات والمرافق العمومية وضخ استثمار مليارات لرفع من القدرة الاستيعابية للفنادق. نجح المغرب كان أمرا متوقعا ولا يكن محل صدفة أو استغلال لظروف الغير، كما يحاول التونسيين الترويج لا خدمة للجزائر. نحن خططنا وعملنا بجد على إنجاح مشروعنا السياحي. أما بخصوص الفوسفات، فالمغرب كما يعلم الجميع يحوز على 70% من الاحتياط العالمي من هذه المادة، ومنطقيا هذا يجعله المتحكم الأكبر في هذا السوق وصاحب أكبر حصة فيها، ولا يمكن لأي بلد في العالم أن ينافس قدرات المغرب في هذا القطاع. فكفى من التهريج خدمة لأجندتنا الجزائرية. وجاء المغرب انتقادات شديدة لاجة للجزائر، وقال عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن الجزائر بعد أن استنفذت كل مناصرها والمتواطئين معه استقدمت إلى اجتماع لجنة 24 بالأمم المتحدة 3 أشخاص خانوا بلدهما وقدمتهم بصفة مقدمي ملتمسة لا يتحدث عن الصحراء، بل هدفهم التحريض عن العلف والنيل من المؤسسات المقدسة للمملكة المغربية. وقال السفير هلال ما حدث في هذه الجلسة أمر مرفوض، لذلك أطلب من اللجنة ومن الشعب الجزائري أن يكونوا شاهدين على ما وقع. وجاء تصريح الدبلوماسي المغربي في إطار استخدام لحق الرد مرتين على إثر مداخلة للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جمعة خلال أشغال لجنة 24. كل المجهودات الجادة والمشرفة التي تقوم بها دولة الجزائر الشقيقة، وخصوصا خطوة إحداث اتحاد مغاربي بدول اختارت طريق العزة والكرامة والنخوة وفضلت مصالح شعوبها رغم كل الضغوطات، فهيهات بين من اختار العدل والحق وبين من اختار حلف الشر والباطل. باسمي وباسم كل الجمهورية المغاربة الأحرار نعلن تضامننا الغير مشروط مع إخواننا المعتقلين. I thank the petitioner. What's going on? Morocco. وزاد قائلا عمر هلال إن المغرب لن يهاجم أبدا مؤسسات الجزائر ولا رجالات الدولة الجزائرية، ولن يدفع مقابلا لأي جزائري لكي يأتي ويهاجم مرتكزات الدولة الجزائرية. وتابع الحضور باستغراب المناورات الجزائرية التي وصفتها وكالات أنباء عالمية بالدنيئة. وأوضح السفير هلال أن الجزائر أنفقت ملايير الدولارات على مرتزقة صندلستان، وها هي الآن تنفق ملايين الدولارات لاستمالة حفنة من النكيرة. يا له من أمر مؤسف. إنني أدعو هذا الحضور داخل أروقة الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي وخاصة الشعب الجزائري لكي يطلعوا على كيفية صرف أموالهم. أشار السفير عمر هلال إلى أنه في الوقت الذي يصطف فيه الشعب الجزائري في طوابير لاقتناء الدقيق والحليب والموز وغيرها من المواد، تغدق الحكومة الجزائرية الأموال على المرتزقة الذين تأويهم في فنادق من درجة 5 نجوم بنيويورك، غرضهم الوحيد هو كيل الإهانة للمغرب. وخلص هلال قائلا حبذا لو ينشغل سفير الجزائر بحقوق الشعب الجزائري المغلوب على أمرها، وعلى الخصوص القبيليين الذين يقبعون في غياهب السجون الجزائرية منذ سنوات.
مرة أخرى أثبتت إيران بما لا يدع مجالا للشك معاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك بإعلانها مناصرة مواقف الجزائر خلال انعقاد ندوة اللجنة 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لمناقشة نزاع الصحراء المفتعلة. وقال ممثل إيران في ندوة اللجنة 24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن طهران ملتزمة بدعم جهود المجتمع الدولي لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. أردف ممثل إيران المتواطئ مع بعثة الجزائر أن بلده تؤكد على حق الشعوب في التعبير عن رغبتها السياسية بحرية وممارسة حقها في تقرير المصير، وكذلك استيادتها وسلامة أراضيها الوطنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال على حد قولها. واعتبرت إيران والتي تعيش عددا من الأزمات الداخلية الخطيرة أن الأمم المتحدة مسؤولة تجاه شعب الصحراء وحقه في تقرير المصير على النحو المبين في القرارات ذات الصلة على حد تعبير ذات المتحدثة. وأعلنت تشجيع جميع الأطراف والبلدان المجاورة على مواصلة الحوار البناء والتعاون مع بعضها البعض ومع الأمين العام ومبعوثه الشخصية، مختتمة مداخلتها بحث المجتمع الدولي على تكريس نفسها لتنفيذ جميع القرارات والقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي المستعمرة المتبقية على حد زعمها. وافدت السياق دخل مجلس التعاون الخليجي على خطأ هرطقات الإيرانيين في ذات الندوة، موجها صفعة قوية لإيران التي حشرت نفسها في قضية الصحراء المغربية بقيادة من قطر. وقالت في بيانها أمام الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة ردا على الجزائر وعلى إيران بنيويورك، وقالت أنها تؤكد مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة. وفي البيان الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن مجموعة الدول الأعضاء التي تضم إلى جانب بلادها كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، جددت مجلس التعاون الخليجي للدول الخليجية العربية التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في رد قوية على إيران وتنفيذ خطة العمل المشترك على مواقف مجلس الأمن التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدته الترابية. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.